يا جدع تلاقي حد بيعاكس ولا حاجة؟ انت تستهبل؟ ده مين ده اللي هيعاكسني؟ يا ده انت مستقل بنفسك كده ليه؟ ده انت موز الموزز وتتاكل اكل. اللي بعت الرسالة دي عارف احنا عملنا ايه بالظبط، ومش بعيد يكون صلاح التوخي هو اللي بعت الرسالة دي. يا رفيع يا حبيبي بطل هبل. صلاح التوخي لو عارف حاجة مش هيعمل شغل النسوان ده. وبعدين قلت لك قبل كده هو لو عارف حاجة كان زمانك مشرف في الحجز من أول امبارح. مش لوحدي يا زناتي، فوق لنفسك واوزن كلامك. يا جدع انت مالك بقيت قفاش كده ليه؟ مش قافش، انا بس بفهمك. انا مش هشيل شيلتك واسيبك تبعزع في فلوس لطفي ابو المجد. الفلوس اللي بتتكلم عليها رفاعي، ما انا بقسم الفلوس معاك اول باول يا جدع. ما يخصنيش الكلام ده، زي ما غرستني في المصيبه دي لازم تخرجني منها، لإما وعزة جلال الله هتربقها فوق دماغ الكل. واخرتي ايه يعني؟ شاهد زور. انما الدم اللي في الليله دي يخصك انت وابن لطفي ابو المجد. طب ايه ده كده؟ خلينا نلف لك سيجاره تهديك بدل ما تقعد تهرفط بكلام انت مش قده. انا ما بلفطش يا زناتي. ياد ما تبقاش عبيط امال، انت مش بتقول الرساله مبعوت لك من غير رقم؟ هنعرف اللي بعتها منين؟ إيه؟ ماليش فيه. تشوف لك حل في المصيبه اللي جرجرتني فيها دي. واما وعزة جلال الله هتزعل انت واللي وراك. طب افرض يا بيه خدوا الرقم ومشوا وراه زي ما سعادتك عملت قبل كده. ما هو ساعتها هيعرفوا مكاننا وهنروح في داهيه. ما تخافش يا ابراهيم. الشريحه اللي فريده جايباها مش بيظهر لها رقم. بعدين زلاتي واللي معاه مش واصلين قوي جوه شركات التليفون. احنا ربنا كرمنا فريده، لولا ما كناش عرفنا نعمل حاجه. الله الله يكرمها ست فريده، دي بنت حلال. كرمتنا اخر كرم والله، كنا عايشين في نغنها وعز عندها. ده الحيطان عندها نكسر بيك بدل الزريبه اللي احنا اترمينا فيها دي. بس برضه انا مش فاهم يعني الرساله دي هتعمل ايه؟ لا هتعمل كتير يا ابراهيم. الناس دي طول ما هم مع بعض ايد واحده مش هنعرف نعمل معاهم حاجه، لازم يتفرقوا. ورفعنا عارفه كويس، لو خاف يبقى احنا قطعنا نص المشوار. ايوه بيه، بس هم مش هيسيبوه يعني، هيفضلوا وراه برضه، مش هيسيبوه يردوا بقرشين يعملوا معاه اي حاجه. وانا كمان مش هسيبه. انا كل شويه اقعد ابعت له رساله انا احمل اللي قبليها لحد ما يفرفر واجيب اخره، وساعتها اعرف اضربه امتى. الله ينور عليك. مش مباحث وبس، ده انت مباحث وعصابه كمان. يعني انت متاكده يا فريده انه دلوقتي في مكان امين؟ والله يا طنط ما تقلقي، انا حوده طمني وقال لي ان هم في مكان ما يخطرش في بال اي حد. يا حبيبي يا ابني، واخرتها بقى في البهدله والشحططه اللي هو فيها دي. بهدله وشحططه ايه بس؟ ما انت عارفه سليم ابنك كويس قوي، جامد وقدها وقدود. جامد من بره بس من جواه اغلب من الغلب. انت ما تعرفيهوش يا فريده زي حته من قلبي. كانت فين الحنيه دي من زمان يا ماما؟ انت كنت بتديله كل محاضره والتانيه. كنت خايفه عليه، خايفه عليه من قسوه الدنيا، لكن اهو مكتوب عليه قسوه الدنيا. بس انت معاكي حق، يا ريتني كنت طبطبت عليه وخدته في حضني زي الامهات ما بتعمل. كان على الاقل استحمل قسوه الدنيا دلوقتي. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده بس يا طنط؟ طنط انت حد فيكي حنيه تكفي الدنيا وما فيها، وانا واثقه ومتاكده ان سليم اول واحد عارف كده. اه والله يا ماما، انا حتى طول عمري بغير عليه من الحضن اللي انت بتحضنيه. ده انت عليكي حته حضن يا ماما. نجيب قهوة تاني ولا ايه؟ عاوز سعادتك تعمل يا فندم. على الأقل بيقولوا إن القهوة فيها فيتامينات ومغذية أهون بكتير من السجاير اللي هتجيب لنا الجلطة دي. أه يا فندم، ما ممكن يجيب لنا جلطة برضو من قلة النوم. سعادتك هنا من 7 الصبح والساعة داخلة على 1:30. إيه خايف على صحتي أوي يا أخويا؟ طبعًا سعادتك، وأنا عندي أغلى من صحة سعادتك. لا اطمن خالص، الحمد لله أنا صحتي زي البومب، ولا تحب أقوم أثبت لك وأكشم لك. لا 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 يا فندم، طيب أحسن. أيوة كده اتظبط. ها عندك جديد؟ قرينا المحضر 4 مرات يا فندم. وخمسة. وخمسة؟ مفيش حاجة جديدة يا فندم، كله كلام منطقي. تعرف يا وليد إيه الغلطة الكبيرة اللي إحنا عملناها؟ إننا ما جربناش نمشي ورا كلام سليم الأنصاري، مع إني كنت متأكد إنه كلام تافه وملوش أي قيمة، مفيش عليه أي دليل. ماشي يا فندم، حضرتك بتقول أهو كلام تافه وملوش أي قيمة،
امشي وراه ليه وانا عندي كلام منطقي ومترتب. ما هو في حاجه انت واضح انك مش فاهمها. اي كلام في اي قضيه مهما كان تافه وملوش قيمه ممكن يوصلك لحقيقه مش ممكن توصل لها في العادي. لا معلش يا فندم، ده ما كانش راي سعادتك في الاول. الاول كنت بتقول القضيه محلوله وما فيهاش اي مجال للتفكير. غيرت رايي يا سيدي، عندك مانع؟ لا يا فندم ما عنديش مانع ولا حاجه، بس يعني ما فيش حاجه جدت تغير تفكير سعادتك الا بقى لو في حاجه جديده انا ما اعرفهاش. ايوه في، ارتحت؟ ما تسالنيش عشان مش هقول لك، لانه من المصادر السريه والاول مره احس، ولو انه احتمال ضعيف قوي، سليم الانصاري ممكن يبقى مظلوم. احتمال وضعيف. ايوه، وهجرب امشي ورا الاحتمال الضعيف ده. هتمشي ورا ازاي يا فندم؟ نحط عينينا على اللي هو اتهمهم. لطفي ابو المجد وحماد وابن لطفي ونشأت ورفاعي وزناتي. لا، رفاعي شاهد في القضيه، لكن زناتي ملوش دعوه بالقضيه، ده حتى سليم ما جابش سيرته في التحقيق. بكره هتعرف. على فكره بقى، زناتي ورفاعي هم الخيط اللي ممكن يوصلنا للحقيقه، عشان كده عايزك تعمل لي تقرير وافي عنهم هما الاثنين وتحطولي على المكتب في اقرب وقت ممكن. تمام سعد، حاضر. نشرب قهوه تاني؟ نضرب يا باشا. زناتي، يا اخويا اللي مقعدك كده؟ انت ما نمتش لغايه دلوقتي ولا ايه؟ لا ما نمتش، نام انت صفاء. نام ازاي بس يا اخويا؟ واسيبك وانت قاعد كده؟ في ايه يا اخويا؟ ايه اللي مشايلك الهم كده؟ مش انا اللي شايله صفاء، الهم هو اللي راكبني مش عايز ينزل. عامل زي القتف فوق ظهري ملازمني منين ما اروح. ليه بس كده يا اخويا؟ هو انت مش لسه قايل لي من كام يوم انها الحمد لله فرجت وانها هتفتح لنا من واسعه؟ كنت فاكر كده يا صفاء، كنت فاكر الدنيا بعتت لي موضوع لطفي ابو المجد وابنه ده عشان تصالحني على اللي عملته فيا طول عمري، بس الظاهر اني طلعت عبيط. عارفه يا صفاء، الدنيا دي ليها ناس وناس، وانا الظاهر كده مكتوب للدنيا تفضل مدياني ظهرها طول عمري، وحتى اليوم اللي تديني فيه وشها تبقى خبيه لي خنجر وضرها. صلي على النبي كده يا اخوي، هو بس في ايه حصل لده كله؟ عارفه صفاء، زمان لما كان جوز امي يضربني كنت قاعد اصرخ واقول له حرام عليك هموت، كان يقول لي موت، يقول لي موت يا اخي وريحنا، ريحنا من نحسك، انت اللي فقر البيت. هو انا نحس صح يا صفاء؟ كنت فقر وانا مش دريان؟ فقر يا اخويا؟ ده انت سيد الناس كلها، وانا شفتها انا غير معاك. انا ايه بس يا صفاء؟ تضحك على نفسك ولا بتضحك عليا؟ انا ايه اللي هتشوفي مع راجل محروم الخلفه؟ اسكت يا صفاء. خلفتي يا اخويا وعيال ايه اللي بتتكلم عنهم دول؟ وانا عندي في الدنيا دي كلها غيرك يا زنيتي. وبعدين يعني هو انا هجيب عيال منك منين؟ ما انت عيل اهو. ولو جبت عيال هجيب لهم صحه منين؟ ما انت مشايلني الهم. اصيل يا صفاء، عارفه يا بنت، انا الدنيا ما جبرتش بخاطري في حاجه غيرك انت. وانا ماليش حد في الدنيا دي كلها غيرك انت حبيبي. مش هتقولي بقى شايل الهم ليه؟ عشان الدنيا اللي عايزاني افرح، ولا سايبني افرح بالحاجه اللي خدتها بدراعي. بس وعز بجلالة الله ما هسكت، وهاخد فرحتي غصب عني عن الدنيا، ولو هطير فيها رقاب. حضرة لمين؟ حضرتك نسيت التليفون. قول يا هو انت هتفضل تبعت له رسائل كده وخلاص يا بيه؟ طالما جاي معاك ما تقول له بقى على اللي عندك عشان نخلص. ما ينفعش يا ابراهيم، انا افضل اكسر في اعصابه حته حته.
عشان لما اعرض عليه الحل يمسك فيه بايده واسنانه. طب هو ايه اللي يخليه ما يوافقش على الحل؟ الطمع والجشع. بعدين احنا برضو مش عارفين الناحيه التانيه زناتي ممكن يكون بيعمل معاه ايه. انت عارف يا ابراهيم المباحث لما بتحب تخلي حد يعترف بتعمل فيه ايه؟ عارف يا بيه، عارف يا دي حاجه مستخبيه بيعلقوه وينفخوه ويفضلوا يضربوا فيه لحد ما يعترف باللي عمله واللي ما عملوش. لا يا نصعد، الغشيم اللي بيعمل كده احنا بقى بنجيبه ونحطه في اوضه لوحده ونشغل جنبه المحنفيه تقعد تنقط في ميه لحد ما يتجنن. انا بقى هفضل نقط في دماغه رسائل لحد ما يروح خالص، فاهمني؟ هو ما بقاش قدامه غير تلقيح الكلام وشغل النسوان. بذمتك ده راجل يخوف نمله احمر؟ انا ابقى احمر صحيح لو مشيت وراك تاني يا زناتي. وبعدين هي الرساله دي فيها ايه جديد يعني؟ انا مش تايه عنك، انت ساعه الجد هتبيعني وتبيع ابوك كمان، خلصانه بقله اصل. بس يكون في معلومك يا صاحبي بقى، البيع رايح جاي يا روح ما بعد تروح، خلصانه عليا وعلى اعدائي. يا جدع بطل الفطه في الكلام بقى وكلام فارغ بقى، ابيعك ازاي يا جحش انت؟ وحد يعرف اللي حصل ولا شافه غيرك؟ اللي روحك. انا بقول لك انت يا بهيق، يا ابني انت اخويا ورا ليه حد في الدنيا غيرك يا هبه؟ ازاي انا مش هروح في داهيه لوحدي؟ محدش هيروح في داهيه غير سليم الانصاري. هو كمان هربان اليومين دول، عمال يتنططنا زي الفروع لوس كل شويه. مره يروح لحماده تايسون الله يرحمه، مره يطلع لك في المحمول. بس هو راح من شرف امه اللي دفعت من ده كله جاي. انا قلت لك طالما بعيد عننا خلاص هسيبه في حاله، لكن هيشتغل لنا في الازرق. ده انا اللي بدعته وهو اللي جرى على روحه بقى. كم حسست انك وزير الداخليه بروح امك؟ طالما جبت سيره امي يبقى صفيت يا حمار. يا ده انا اقدر اعمل اللي ما يعملوش وزير الداخليه ذات نفسه. ده انا زناتي يا ولا نسيت؟ هتعمل له ايه يعني؟ مالكش فيه بقى. انت كل اللي يخصك في الموضوع ان سليم الانصاري يلبس الاساور خلال اسبوع. غير كده مالكش فيه يابا. انت بس كل اللي عليك ان كل ما يبعت لك السلام من دول على المحمول تبلغني اول باول. امين يابا؟ امين يابا بخدودك دي؟ اهو تملح. لخص يا زناتي، عايز تقول ايه من غير هري كتير؟ انجز. لمؤاخذة سعادة الباشا، سعادتك عارف ان انا ابن المنطقة وبعرف دبة النملة حتى قبل ما تحصل وليها في كل خراب عفريت. وانت جاي هزز لي طولك في المكتب ومعطلني عشان تقول انك جامد؟ عرفني يا سيدي انك جامد. العفو يا باشا مصر، انا بس عايز اقول لسعادتك على حاجة. قول يا ابني انجز. لمؤاخذة يا باشا، المنطقة بتفرط مننا، ولو سيبنا الامور تمشي على كده السيطرة اللي بنيناها في السنين اللي فاتت هتروح مننا. لا اظبط كلامك بقى واقعد كده احكي لي ايه الموضوع. استحى يا باشا مصر. لا مؤاخذه يا باشا، يعني العيال الشمر اللي في المنطقه بيطرطشوا بكلام كده ما يصحش تسكت عليه. كلام ايه ده؟ يعني مؤاخذه، يعني بيقولوا. لا مؤاخذه ده كلامه مش كلام يا باشا. ولو سليم الانصاري موت العيال الصغير في القسم محدش قدر يهاوب ناحيته، ودخل المنطقه وهو هربان وقتل حماده تايسون وخرج شخص ليه. يعني مؤاخذه كده يا باشا، يعني المفتشر كده يعني. لا مؤاخذه ده كلامهم والله مش كلام يا باشا. يعني بيقولوا الاسم ما جابش ذكر غير سليم الانصاري، بيعمل اللي هو عايزه وهو هربان وهو جوه الخدمه. انت جاي دلوقتي تسمعني كلمتين سمعتهم في قعده حشيش ولا هرتل بيهم واد من برشم في الشارع؟ هما كلمتين يا باشا، بس لازم لهم رد. سليم باشا مرمق كرامتنا في الارض يا باشا. انت عايزنا نعمل ايه؟ اذا كانت الداخليه بجلاله قدرها لفه عليه شمالي ويمين مش عارفه تجيبه، انا اللي هجيبه؟ نرفع تقرير يا باشا باللي بيحصل ده، ونقول لهم ان الامور لو فضلت ماشيه على كده مش هنعرف نرفع عيننا في عينين اي عيل من الشمال اللي في الشارع يا باشا. انت فاكر يعني الداخليه ما عندهاش علم بالكلام ده؟ عندها علم يا باشا، بس احنا برضه لازم نفكرها. البني ادم نساه، واحنا من ناحيتنا لازم يكون لنا رد على الارض يا باشا. رد؟ يا باشا رد. نمره، ونمره كبيره كمان. نرجع بيها هيبتنا وتبقى سيرتنا على كل لسان يا باشا. شكلها ايه النمره دي بقى يا زميلي؟ ما هو سعادتك يا باشا، انا عندي فكره صغيره كده. لو عملناها هتبقى جون. وجون كبير كمان في المقص. بتنجز يا ابني تقول فيه ايه؟ في قعده هتحصل في المنطقه هنا يا باشا، تجار سلاح. تجار من المنطقه ومن الضرب الاحمر ومن نزله السمان ومن الصعيد. بيرتبوا البيعه كبيره قوي. القعده دي تحصل يوم الجمعه بالليل في بيت حسان ابو سنه. انت شارب حاجه زناتي؟ عايزنا كده نخش بيت حسان ابو سنه كده عادي؟ ما انتش عارف ايه اللي حوالين بيت حسان ابو سنه؟ دي هتبقى حرب يا ابني، ما هياش اي طلعه. عارف سعادتك، عشان كده بقول لسعادتك ان هي محتاجه ترتيب وشغل عالي. بس النمره زياده يا باشا هترجع علينا هيبتنا زي زمان، وهتخلي كل واحد يحط لسانه في بقه وكل قرد يلزم شجرته.
بعدين لا مؤاخذه يا باشا، نمره زي دي تفرق مع سعادتك كتير. انت مش بعيد بكره الصبح نقول لسعادتك سياده العقيد. اسمع من بقك ربنا يا زناتي. قول امين يا باشا. امين يا اخويا. باشا مصر حلوه ومتدلعه وفي مشيتها شخلعه. يا صغنن على الشيل والشقه، ما تجيب اشيل عنك بقى. كتر خيرك يا زلطه، اسلوبت لك يا اخويا الاول. عديني يا بت، انا عايز اشيل عنك. اسمعي مني، بدل الشيل والحط اللي هد نفسك ده يا بت. بت لما تبتك يا اخويا، المساعد ربنا. وماله، مش يمكن ربنا بعتني ليكي عشان اشيل عنك؟ ولو خايفه من الجميله يعني ايه بيرديالي. اول ما وصلك البيت اعملي لي شويه شاي وكيك. حكيم انا عايز الكيك زي عينيا. يوصلوك القرفه يا بعيد. بيت ايه ده اللي عايز تشرب فيه شاي يا اخويا برشامجي بتاع المخدرات؟ ودينا لما ينزل اشرف لو اوريك شغله. لا اشرف، لا اشرف، لا والنبي. اشرف مين؟ اشرف مين ده؟ زمان واقف عسكري في كمين. يا بت اسمعي منه، سيبك من الواد الكحيان دوت. هكتب عليك وبالحلال وهخليكي ست البنات اللي بيها في دماغك، ومفيش كلبه يستجري يبص لك في المنطقه دي هي كلها. ايه يا زلط صوتك عالي ليه؟ جرايه يا معلم، ما تحس طبيعك عني. ولا انت ما كفاكش اللي عملته في اخويا؟ هتدوره على حريمه كمان. الله الله الله، في ايه يا قطه؟ الله، استنى، ده وافرك علينا ليه بس؟ قوي الواد ده مستقصدني في الرايحه والجايه. يا تلمه انت يا تقول لي انا لمه. مستقصد مين يا ام مستقصد؟ ده امك اللي خلاص يا زلط. اقط معلش يا نور، توكلي انت على الله دلوقتي. روحي. هو ايه اللي بتجري على الله؟ روحي يا معلم، انت ركبتها عليا ومسبتها تمشي كده. انت الطول يا بقى، طول واحده زي دي تركبك؟ بس اللي زي دي بقى مش محتاجه الكلمتين البردين اللي انت عمال ترميهم في المعاكسه في الرايحه والجايه. لا ده شغل تقيل ياد، ما تفهموش انت. اعمل ايه يا معلم؟ البت هتجنني، دي عليها جسمي يودي الاسم. عذوره زلط. بس انت بقى الغشوميه بتاعتك دي مش هتوصلك لحاجه. سيب بقى معلمك يتكتك ويظبط ويتصرف. خلاص بقى يا نور، معلش. هو انت مش بهدلتيه وخليتي اللي ما يشتري يتفرج عليه؟ طب واخرتها ايه يا ابو؟ هيفضل يلقح جدته عليا في الرايحه وفي الجايه كده؟ تفتكري انت لو ابراهيم كان موجود كان قادر يعمل معانا كده؟ يو يا نوره، ما تقلبيش عليا المواجع بقى يا بنتي. انا اللي فيا مكفيني. مواجع؟ مواجع ايه بس؟ ما هي المواجع محوطانه من كل ناحيه. حتى اشرف، اشرف اللي قلت هتسند عليه مش لاقيها ورا اخر. يعني يا رب، هو انا مكتوب لي افضل لوحدي كده؟ ده يرضي مين؟ يرضي مين ده؟ يرضي مين؟ قوليلي. وبعدين يا صلاح، حل ايه؟ موضوع سليم الانصاري ده بوخ قوي وبقى دمه تقيل. هو بايخ من الاول خالص ودمه تقيل يا فندم. ايه اللي جد؟ ده جد جديد دلوقتي، كل من هب ودب بيتنطط على قفانا يا صلاح. انا مش فاهم حاجه يا فندم. جايلنا تقارير بتقول ان استمرار هروب سليم الانصاري حاطط الحكومه كلها في مازق. طبعا بتحمي الفساد وبتدافع عنه. وبعدين اعضاء من نواب المجلس راحوا قابلوا السيد الوزير، كلموه كلمتين بايخين، ما يصحش، رزاله. وبعدين جاي لي تقرير دلوقتي من اسم العمرانية بعد اللي عمله سليم الأنصاري، بقول لك مش عارفين يسيطروا على الاسم. دخل قتل الواد اللي اسمه تايسو وطلع محدش قدر يقرب منه ومشي. هو مين يا فندم اللي قال إن سليم الأنصاري هو اللي قتل تايسو؟ الله، جرى صلاح، أنت مش سمعت الواد الشاهد اللي جابه لك؟ بس الموضوع يا فندم لسه في النيابة، لما يخرج من النيابة نبقى نعرف بقى هو مدان ولا بريء ولا إيه بالظبط، وهو اللي عمل كده ولا لأ. أنت إيه حكايتك صلاح؟ أنا مش جايبك هنا عشان نحل فوازير، لا، أنا مش عارف ألاقيها منين ولا منين ولا منين. الجرايد والصحافة والسوشيال ميديا اللي فاتحة الهواء وعمالة بتاخد تليفونات، تاخد تليفونات وتسمع بقى ما تكره. مرة يجيبوا أم الولد وتسمع، تسمع كلام ما تطقوش، ومرة يجيبوا الواد التاني ابن الراجل اللي هو شايل من سليم. ما تعرفش تحقيقها منين ولا منين. وبعدين أنت إيه حكايتك صلاح؟ الله، انت اول واحد في مصر كنت عاوز تقبض على سليم الانصاري، ايه اللي جرالك؟ في ايه؟ ما زلت مصر ان اقبض على سليم الانصاري يا فندم، بس انا ليا تحفظ واحد بس، يا ريت الضغط اللي علينا ده مش هو اللي يحركنا. وهو ده لو ما حركناش ايه اللي هيحركنا؟
احنا ماشيين في الموضوع يا فندم، وفي شويه خطوط كده وفي خطوط. ايه يا صلاح؟ مفيش الا خط واحد بس اسمه سليم الانصاري، تجيبهولي من تحت الارض. لو انت مش قادر يا صلاح سيب القضيه وامشي، اشوف ضابط تاني غيرك. اتفضل. اسم سعد. انا وانت في ارض ونقدر نطلع منها لو حطينا ايدينا في ايدين بعض. صدقني يا رفاق مفيش حد هيساعدك غيري. انا عارف انك خايف بس قريب قوي ابعت لك رساله اقول لك تروح فين وتقول ايه عشان نطلع من المصيبه اللي احنا فيها انا وانت. سلام يا رفاعي. يلا يا طنط، انا نزلت الحاجات كلها العربيه. لسه ما جهزتيش؟ لا يا حبيبي انا جاهزه اهو. ما ندحتنيش ليه انا ولا سلمى نشيل معاك؟ لا بسيطة لا ما باين. انا خلصت لبسها. لا 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 عنك خليها تشيل معاك. ايه العند اللي انت فيه؟ عامل زي سليم بالظبط. كانوا بيسوقوا ايه في الكلية؟ عند ده مش عندي يا ماما. البيع عايز ياخد الثواب كله لنفسه، صح ولا بفتري؟ لا بتفتري. طب يلا بينا عشان باين نفسك اتقطع. على مهلك يا حبيبي، على مهلك. دلع السلامة يا بابا، وحشتني الكام يوم اللي انت غبت عني فيهم دول. ايه اتبسطت هناك ولا الولاد زعلوك في حاجه؟ انت عاوز تلبسني اي تهمه وخلاص ولا ايه؟ بترد عليا جدا، عايز اعلقني في اي اسم من الاسام. ايه علقك دي؟ من امتى ابوك بتاع تعليق؟ انا بعون الله ممكن اخد منك كل اعترافاتك من غير ما امد ايدي عليك. يا خاطر انت جديد. والله احنا اتبسطنا قوي يا بابا، حتى كمان جده كان مبسوط جدا، مش كده يا جده؟ بس كان نفسي انك تبقى موجود معانا يا بابا. معلش متعوضه ان شاء الله. طب يلا اطلعوا اوضكم انتوا بقى عشان انا عايز اقعد مع جده شويه، في كلام كتير قوي عاوز اقوله. ايه ده؟ عاوز تطلع معاهم ولا ايه؟ غريبه قوي يا رفاعي، معقوله بطل من نفسه كده بعت لك الرساله اللي كان بيبعتها؟ سلامتك اخويا جيب لك ميه؟ لا مفيش حاجه، ما تشغلش بالك، شرقه وراحت لحالها. ما ردتش عليا يعني؟ ما هو تلاقيه حسابها يعني، قال لك زناتي ورفاعي دول اخوات والداخل بينهم خسران ومفيش واحد هيبيع التاني، يعني خلصانه من الحضانه. على قولك اكيد ده اللي حصل. عموما المصلحه ان احنا خلصنا منه من زنه. بقول لك ايه، روح بقى ريح لك ساعتين، عندنا شغل تقيل بالليل محتاج راحه. سلام. سلام يا شبح. اتفضل.
اما انتوا يا ولاد النهارده خدتوا ثواب كبير قوي. وهل ما كانش ينفع ناخد ثواب من غير ما نشقى كده يا ماما؟ على قد الشقه على قد الثواب. ما تقعد يا حسام. لا طنط الحساسه انا بقى هسيبكم ترتاحوا. نرتاح من ايه واحنا كنا بنحارب تحت عوم على عوم الفرفوره دي؟ فرفوره؟ اه هي وصلت لفرفوره؟ اه. طب انا اروح اعمل غدا عشان اثبت لك ان انا مش فرفوره. ربنا يستر. سمعتك على فكره. والله يا حسام يا ابني انا ما عارفه اودي جميلك ده فين. جميل يا طنط وانا عملت حاجه؟ انت ربنا بعتك لينا عشان تكسر وحدتنا وتطيب خاطرنا. وحدتي يا طنط ما تقوليش كده. وبعدين حضرتك شفتي النهارده لما رحنا وما همناش محدش فيهم عارف يفتح بقه بكلمه. وان شاء الله بكره سيم هيطلع بالسلامه. كل دول هيندموا على اللي هم عملوه. يا رب يا ابني ربنا يفك كربك وكربه. يا رب ان شاء الله. اللي بالحق عملت ايه في التحقيق بتاعك؟ صحيح والله لسه بس ما تقلقيش يا ما دقت على الراس تقول. ربنا ينصرك يا ابني يا رب. ان شاء الله. معلش يا حسام تحط بلوع على السفره؟ ايه يا سلمى مش هنتغدى ولا ايه؟ حالا حالا. وانت روح حط الاطباق دي على السفره.